form that wall problem. نكون الماتريكس A الأول، بعدين نجيب الترانسبوز، وبعدين نكون الدول بروبلم. 2 × 3 × 15، الكواليتي التانية 1 بس، مع 2 × 8، والأوبجكتيف فانكشن 8، 7 × 12 × 1. إذن الترانسبوز كل صف يبقى عمود، كل عمود يبقى صف. 2 × 3 × 15، 1 × 2 = 8، 7 × 12 = 1. وما ننساش ان هنا اكس 1 اكس 2، وهنا هيكون واي 1 واي 2. اذا ماكسمايز بي اللي هو 15 y1 × 8 y2 subject 2. أول constraint جديد 2 y1 y2 أقل من أو يساوي 7، هنا كان أكبر من أو يساوي. 3 y1 2 y2 أقل من أو يساوي 12، واي 1 واي 2 ار نون نيجاتيفز. ده البارت ايه. في البارت بي بيقول سولف، فايند ذا سولوشن تو ذا اوريجينال بروبلم باي ابلاينج ذا سمبلكس ميثود تو ذا دول بروبلم. نكون السمبلكس تيبل، هنا اكس 1 لا واي 1 واي 2 وسلاك 1 اللي هو اكس 1 وسلاك 2 اللي هو اكس 2 والبي اكس 1 اكس 2 بي. 2 × 1 سلاك 1 equal 7، 3 × 2 سلاك 2 equal 12، وماينس 15 ماينس 8 لان راحوا الجهة الاخرى، والبي بواحد، وهنا صار معادلة صفرية. أكبر نيجاتيف نشوف المينيمم، 7 على 2 أقل ولا 12 على 3؟ طبعا دي 3.5 وهنا 4، يبقى ده الأقل، يبقى ده البيفت إليمنت بتاعه. محتاجين الصف ده يبدأ بواحد، يبقى R 1/2 يعني 1.5 × 0.7/2. محتاجين ده يبقى 0، يبقى ماينس، نسمي ده R 1 داش، ماينس 3 من R 1 داش مع R 2. محتاجين ده 0، 15 من R 1 داش مع R 3. نكتب القيم ده عشان ما ننتهش. من ده هاخد 3 بالماينس، ماينس 3 ماينس 3 على 2 نفس الشيء 0 0. احنا قلنا هناخد ماينس 3 يبقى ماينس 21 على 2، هناخد منه 15، وهنا 7.5 7.5 هناخد منه 15 105 على 2، ونجمع. هنا هيبقى 0.5 × 3 على 2 = 0، 21 على 2 = 24 على 2، يبقى 3 على 2. 0 − 0.5 = 7.5 = 105 على 2، وللأسف لسه في نيجاتيف. هو هنا كان دخل واي 1 مكان اكس 1، لو قسمنا 3 على 2 على 1 على 2، لكنها 3 على 1، هنا 7 على 1، معنى كده ده المينيمم، يبقى هيدخل واي 2 هنا. بس محتاجين كمان
سايك. عايزين ده واحد، فنضرب ار اتنين داش في اتنين، هيبقى صفر واحد ماينس تلاتة اتنين صفر تلاتة. محتاجين ده يبقى صفر، فهقول ار اتنين داش زائد ار تلاتة داش. طبعا هنا كان اكس اتنين وبي، لو جمعنا صفر صفر ماينس تلاتة على اتنين وخمستاشر على اتنين ست، واحد صفر تلاتة على اتنين ومية وخمسة، مية وتمانية على اتنين يعني أربعة وخمسين. عايزين فوق يبقى صفر، يبقى آخد ماينس آر اتنين داش مع آر واحد داش، فصفر مع واحد واحد، ماينس نص مع نص صفر، ماينس ماينس يعني تلاتة على اتنين مع نص أربعة على اتنين، ماينس اتنين خدنا من ده ماينس، صفر مع صفر ماينس تلاتة، احنا بناخد ماينس من ده، صفر مع واحد ماينس نص مع نص ماينس ماينس يعني تلاتة على اتنين، واحد اتنين يبقى اتنين، ماينس واحد يبقى ماينس واحد، صفر مع صفر من ده، ماينس تلاتة على اتنين مع سبعة على اتنين ادينا أربعة على اتنين يعني اتنين. كده خلصت كله موجب. يبقى الحل اهو، هنا دخل واي اتنين، يبقى ادي اكس واحد وادي اكس اتنين وادي المينيم. عشان اتأكد الاول بس اكتب اكس واحد بستة، اكس اتنين بواحد، والمينيمم سي، المينيمم سي تساوي 40 54. ابروز ده وتعالوا نتأكد ان احنا شغلنا صح. حط هنا سبعة في ستة باتنين واربعين، سبعة في ستة زائد اتناشر في واحد اللي هي دي، اتناشر مع اتنين واربعين اربعة وخمسين، يبقى احنا صح.